وصلنا إلى الفقرة الحاسمة، فقرة تكون أو لا تكون. إيش بتحب تبدأ هيك؟ شو رحت أنت قاعد في المكان وجاك الصحنين، أوف مقبلات، انجوك مقبلات. طب جرب بالله، أنا حتى أنا متحمس أجربها. بسم الله. شكله مبسوط. ليش لازم؟ أنا مبسوط إني آكل. مش على الطعم يعني. بالله يا مانا كيف؟ والله رائع. شوف كيف جوسي كمان، يعني شايف؟ جوسي مرة. إير فراير. يعني باسل ايش في؟ ايش بك مبسوط ها؟ يعني كل الجوسي هذا من نفس الدجاجة واللحمة. نفس الدجاجة واللحمة. إير فراير. إي بالإير فراير شوف. صحية هذه أكلة. أنا قليتها بالزيت عشان تطلع جوسي هيك. بدك إشي يمسك الجوس جواها. هذا خبز كيتو انت عارف. فطعمه تلاقيه شويه في اختلاف، بس انا حسنته بالثوم بالثوم والاوريجانو وغيره. اوريجانو كمان. روح يلا يلا. اي واحده اللي قلبك الوسط حلو شكرا. اوف لا يعني صعبتوها. اوف هيك التعبير. حتى هاي جوسي كويس. مو محروقه. بس شكل بس كذا، بس مو محروقه، طريه من جوا. كويس ماشي حالك يا باسل. والله الحمد لله. كويس في مستقبل، قاعد بتطور في عينك، قاعد اكبر في عينك. تتطور مع الحلقات يوم ورا يوم. جرب الاكس او. اسمه برزنتيشن هذا اللي انت مش عاجبك، الاكس او هذا اسمه برزنتيشن تقديم. اول شيء مبسوط بلا ترى النهايه علينا احنا نسوي لك جو. ما عليك. عجبوك الصحنين؟ مستوى ايش رايك؟ مبسوط باللي اكلته؟ مره بابسط المكونات. عبد الرحمن انا ابغى بعده نكمل. ابشر زياده، هذا فخر لنا والله. والله يعني تقول انا بدي اكمل من هذا الصحن معناته عجبك. ايوه خلاص الناس وزي ما شفت مكونات بسيطه، وهذا هو الدجاج المقلي او اللي سواه عبد الرحمن اللي هو المشوي. ونقول لك كلمه البرنامج المعروفه. ايوه انت جاهز الحين في راسك مين الفايز؟ عندك القرار. عندك القرار. هم 30 حلقه، 30 يوم رمضان، 30 وصفه، يعني ما حد حيزعل. ما في زعل. 30 فايز وخسران. والفائز في لعبه الشيف في حلقه السنه شويه. الفائز في لعبه الشيف في حلقه اليوم هو، شوف الدراما هاي، عبد الرحمن.